بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، تحية طيبة أحبتي. استكمالا لموضوعنا فيما يخص مبادئ إدارة الأعمال، سنتحدث اليوم عن وظائف الإدارة أو وظائف المدير. هنا نؤكد أن العمل الشامل للمدير غالبا، ما هي وظيفة المدير؟ هل سألت نفسك في يوم ما هي الوظيفة الأساسية للمدير؟ الوصول إلى حالة أو بيئة يصبح تحقيق الأهداف فيها أمرا سهلا أو أسهل. طبعا غالبا ما تكون هذه البيئة، يميز هذه البيئة بأنها البيئة الداخلية، البيئة داخل المنشأة، داخل الشركة. هناك بعض الظروف الخارجية التي لا يكون للمدير أي يد فيها أو قدرة على تغييرها. مثلا لنفرض قرارات التأمين، مثلا في بعض الدول التي اجتاحت عالمنا العربي، مثلا في فترة المد القومي في الخمسينيات والستينيات من القرن المنصرم. هل المدير الإداري الناجح العبقري أي دور فيها؟ كلا. مثلا قرارات حكومية بزيادة الضرائب، قرارات حكومية بمنع استيراد سلعة معينة تؤثر على إنتاجية المنشأة التي أعمل فيها كمدير. إذا الوصول لحالة بيئية يصبح تحقيق الأهداف فيها سهلة، هذه هي الوظيفة الكبرى للمدير. لأن المدير يكون مسؤولا عن البيئة داخل الشركة، ومن ثم المدير فإن المدير القدير يخلق الظروف التي تمكن من القيام بالعمل بفاعلية وكفاءة. وبعمل هذا فإن المدير يخطط عملياته ويدير ويديرهم ويوجههم وينظم علاقات العمل ويوجه عملهم ويقيس النتائج الفعالة. يوجد أيضا عندنا بداية أيضا تصنيف الوظائف، تصنيف وظائف الإدارة. ما هي الوظائف الأساسية للإدارة الذي أو المدير؟ تصنيف الوظائف، يعني تصنيف وظائف الإدارة، ينبغي على المرء أن يميز بوضوح بينها وبين وظائف المشروع. مشروع مثل التسويق والإنتاج والتمويل التي ينبغي على المنشأة القيام بها لتحقيق أهدافها. وتختلف وظائف المشروع من منشأة لأخرى، ولكن وظائف المدير لا تختلف. إذا هذا ما يميز وظائف المدير عامة في كل المنشآت، بين وظائف المشروع ليست عامة، قد تختلف من منشأة إلى أخرى باختلاف طبيعة العمل التي تقوم به هذه المنشأة. نأخذ نحن الآن أشهر هذه الوظائف. بداية عندنا عملية التخطيط، وضع إطار الأداء أو ما يعرف بالتخطيط البلانينج. يعتبر التخطيط الوظيفة الإدارية الأولى لأنه يضع الإطار أو النمط الذي يجب أن تقوم به باقي الأنشطة. وإنه إن كانت هذه الوظيفة تسبق الوظائف الأخرى فلا يعني ذلك انفصالها عنها، لأنها تتداخل في الوظائف الأخرى فهي ضرورية للتنظيم والتوجيه والرقابة. ويدور التخطيط في إطار الأربعة عوامل أخرى، ويجب أن نلاحظ أنها ليست شاملة لكن توضح روح عملية التخطيط. أولا تقدير عوامل بيئية وموارد الأنظمة وموارد المنظمة. قبل أن أشرح عملية التخطيط، يعني لابد لي أن أقدر يعني ضمن عملية التخطيط، يعني تقدير العوامل البيئية وموارد المنظمة. اثنين، يعني عوامل بيئية مثلا نوع البلد الذي أعمل فيه، السلعة، الموارد، من سأحصل بالقروض، أموال خاصة. اثنين، وضع مجموعة من الأهداف التنظيمية. ثلاثة، تنمية الاستراتيجيات والخطط لتحقيق الأهداف المحددة. أربعة، تحديد نظام عمليات اتخاذ القرار. وهل التخطيط الاختيار بين عدد من البدائل بالنسبة للمنظمة وسياساتها وبرامجها وإجراءات العمل فيها. إذا هذا هو التخطيط، عدد من البدائل، وبدونها يصعب أن يكون هناك تخطيط. والتخطيط ذو أهمية خاصة في تحقيق أهداف المنظمة، إذ بدونه يصبح العمل ارتجاليا. إذا هذه من عيوب الإدارة، يصبح العمل ارتجاليا، تصبح القرارات غير ذات معنى، وتظهر صورة التخطيط بسبب ظروف في عدم التأكد من المستقبل. والتغير بالنسبة للعوامل المؤثرة على انتظام عمل المنظمة وتحقيق أغراضها. إذا غاية التخطيط الكبرى تنمية بدائل لمواجهة ظروف عدم التأكد التي هي غالبا ما تصاحب أي نوع من أنواع الأعمال. ويعمل التخطيط بالإضافة إلى التحوط من ظروف المستقبل على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة. أيضا هذه مهمة أخرى من مهمات التخطيط، الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتدبير الموارد غير المتاحة واللازمة للمنظمة سواء كانت مادية أو بشرية.
وعاد ما يثار التساؤل: ما الذي يقوم بالتخطيط ومتى يقام به؟ والتخطيط مسؤولية كل فرد بالنسبة للنشاط الذي يزاوله، فالمدير تقع عليه مسؤولية التخطيط كما تقع على رئيس العمال، ولكن الاختلاف هنا في حجم التخطيط ما يستنفذه من وقت الفرد وكذلك نوعيته، أي أنه يتم في كافة المستويات، أو حيث متى يتم التخطيط، فالتخطيط عملية مستمرة طالما المنظمة مستمرة في عملها، أي أنه باق مع بقاء المنظمة. الآن هذا وضع إطار الأداء. الخطة الثانية أيضا من أو المهمة الثانية من مهمات المدير: التنظيم، التصميم وتحديد الاختصاصات، أو ما يعرف التنظيم organizing. ما أن تنتهي الإدارة من تحديد الأهداف وتنمية الخطط الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف، حتى يتركز الاهتمام بعد ذلك على تصميم وتنمية تنظيم يكفل تنظيم الخطة بنجاح. ومن المهم أن نوضح أن الأهداف المختلفة سوف تتطلب أنواعا مختلفة من التنظيمات، وهناك ثلاثة عوامل أساسية للتنظيم: 1- تنمية هيكل التنظيم، يعني أخذ يعني القدرات البشرية ذات الكفاية العالية، الحصول أو تنمية العنصر البشري، إنشاء شبكة أنظمة الاتصال. إنشاء شبكة أنظمة الاتصال هذا في الإدارة القديمة كان هذا من الأمور الكبرى جدا، الآن أصبح بديهيا. أصبحت الآن مع ظهور في فترة التسعينيات من القرن الماضي انتشر عندنا الـ MIS Management Information System، أنظمة المعلومات الإدارية، ومع ظهور الإنترنت أصبح الاتصال في المنشأة سهلا جدا وأكثر فعالية. ولكي يتم التعاون الفعال بين هؤلاء الأفراد يعني في هذه العمليات، لابد من توافر عاملين: أولهما تقسيم العمل في شكل وظائف، والثاني التأكد من الأفراد أو الموكل لهم هذه الوظائف يعملون في شكل فريقين متعاون. إذا لابد لنا بداية أن ننظم العمل نعطيه على شكل وظائف وشكل مهمات قصيرة، والثاني التأكد من أن الأفراد والموكل لهم هذه الوظائف يعملون في شكل فريق متعاون. والهيكل التنظيمي لا يعتبر هدفا في حد ذاته، يعني التنظيم لا يعتبر هدفا في حد ذاته، بل هو وسيلة تحقيق أهداف المنظمة. وكي يحقق التنظيم أهدافه، فلا بد من أن يقوم على أسس ومبادئ يمكن إجماله في التنسيق وتدرج السلطة وتحديد الاختصاصات. والتنظيم الجيد أساس لنجاح المنظمة، وحين يكون كذلك فلا بد من أن يقوم على أصول ومبادئ علمية ويعاد النظر في فعاليته في كل فترة زمنية. ويلاحظ أن توافر التنظيم يتطلب توافر ثلاثة عناصر: هي ضرورة وجود أهداف محددة يعرفها ويؤمن بها جميع الأفراد في المنظمة، 2- توافر مجموعة من الأفراد تعمل كفريق مترابط ومتكامل، اشتراك مجموعة من الأفراد في تحقيق الأهداف المتفق عليها. إذا هذه هي المهمة الثانية من مهمات التنظيم. عندي أيضا مهمة الإدارة عفوا، عندي مهمة التشكيل staffing. يقصد بالتشكيل تنمية الهيئة الإدارية، أي وضع الإداريين في المراكز المختلفة التي يبينها هيكل التنظيم. ومن ثم فإن هذه الوظيفة تستلزم بالضرورة تحديد المواصفات والمستلزمات اللازمة لكل متولي مركزا معينا، مع تقييم مرشحين واختيارهم وتدريبهم، مع تقديم الحوافز لضمان فعالية الأداء. هذه أيضا من مهمات المدير: التشكيل ستافينج، التوزيع الأمثل للكادر البشري وتنميته بفترة في كل فترة زمنية. أيضا المهمة الرابعة أيضا عندنا هنا دايركتينج، أو ما تعرف بعملية التوجيه دايركتينج. بعد أن نضع الأهداف والخطط ونحل موضوع الهيكل التنظيمي والقوى البشرية، فإن الخطوة التالية هي توجيه الموارد البشرية تجاه وصول الأهداف المحددة. تستهدف هذه الوظيفة الحيوية دفع العاملين في المنظمة للعمل بأساليب تساعد على تحقيق الأهداف في الموضوع. وتأخذ هذه 4 أشكال أذكرها نشطنا شفهيا: تحفيز العاملين بداية، تكوين مجموعات عمل فعالة، التأثير وإقناع العاملين بالأداء، تحسين مستوى أداء الوظائف. وظيفة المدير في التوجيه تشمل أوجه النشاط المتعلقة بإرشاد المرؤوسين والإشراف عليهم أثناء ممارستهم للمهام،
الموكل إليهم، المهمات الموكلة إليهم، واتباعهم للأوامر والتعليمات الصادرة إليهم. واجب المدير تنمية مشاعر العاملين تجاه العمل والمنظمة وقواعد العمل. كذلك فإن المفروض أن يلم هؤلاء المرؤوسين ويتفهم عن طريق رئاستهم الهيكل التنظيمي وعلاقات بين الأنشطة والإدارات والأقسام والأفراد في المنظمة. يتضمن ذلك بطبيعة الحال تفهم المرؤوسين لواجباتهم ومسؤولياتهم وسلطاتهم. لا بد للمرؤوس أن يفهم لأدائه وواجباته. كما يتضمن ذلك تنمية المرؤوسين على العمل وتحفيزهم وتنمية روح الفريق بينهم. لا شك أن وظيفة التوجيه ليست بالسهل أو اليسير، لأنها تتعامل مع عقد العناصر وهي العنصر البشري، ليس آلة، عنصر بشري، مشاعر، أحاسيس تتغير من وقت إلى آخر، فإن مهمة التوجيه مهمة صعبة جدا. تحقيق التوجيه السليم، فإن على المدير أن يكون ملما بالأساليب المختلفة بحيث يطوعها ويستخدم الأسلوب المناسب بالطريقة الصحيحة، يعني لا يصح المدير أن يكون ذو أسلوب واحد، أن يكون له عنده أساليب. عندي أيضا الخطوة الرابعة، عندي الرقابة controlling. إذا عندي الرقابة، تنطوي وظيفة الرقابة على تلك الأنشطة تصمم لكي تجبر الأحداث على التماشي مع الخطط الموضوعة، من ثم فهي تقيس الأداء. إذا الرقابة لقياس الأداء وتصحيح الانحرافات السلبية وتؤكد تحقيق الخطط. وبرغم من أن التخطيط يجب أن يسبق الرقابة، إن الخطة وحدها لا تكفي، لأنه لا يمكن أن تحقق ذاتيا دون العنصر البشري. فالخطط ترشد المدير عند الاستخدام الزمني للموارد بغرض تحقيق أهداف محددة، وبعد ذلك يتم اختيار مراجعة الأنشطة لتحديد مدى اتفاقها مع العمل المخطط. إذا عملية الإدارة تكون هذه الوظائف الخمسة الحيوية تكون الحيوية للإدارة: التخطيط، التنظيم، التشكيل، التوجيه والرقابة. عملية الإدارة، فهذه الوظائف هي الوسائل التي يمكن للمدير وسطها أن يدير مؤسسته. ممكن تلخيص هذه الوظائف الحيوية للإدارة كالآتي: عملية الإدارة، التخطيط لتحديد الأهداف، التنظيم لتوزيع العمل بين الجماعة وتحديد السلطة اللازمة، 3 تشكيل لتنمية الهيئة الإدارية، 4 التوجيه لدفع أعضاء الجماعة القيام بما بمهماتهم السابق تحديدها بحماس وثقة، 5 رقابة الأنشطة لكي تساير الخطط الموضوعة. إذا أحبتي، كان هذا الفيديو الحديث عن مهمات المدير. أرجو أن يكون الفيديو قد أعجبكم، لا تبخل بعمل الشير واللايك، الاشتراك في القناة، كتابة التعليقات والأسئلة. مرة أخرى أشكر لكم حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.